لنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر. السلام عليكم. أقول لك عيسى، ما حصلت، دورت في كل مكان من يوم ما رجعتني البيت وأنا هنا في المسرح ودورة. زين، إذا عرفت شيء بخبرك. طيب طيب، مع السلامة. كذاك أبغاك يا زاهر، كذاك أبغاك. مئتين ألف ريال، معقولة؟ معقولة تكون مديون لحد بهذا المبلغ وانت لك مشاريعك العقارية وأسهمك ورصيدك في البنك؟ خليك بس توصل السكن وأنا لازم أعرف منك كل شيء. غريبة، ليش محمد تأخر كل هذا الوقت؟ اسمعني يا زهر، أبغى أقول لك شيء. إياك وتسمع كلام عيسى، ترى كلامه ما يجيب لك إلا المشاكل. بعد أنا حاس كذاك، بس كلامه كثير مغري لو كان صادق. هذا أنت قلتها، لو كان صادق. ويمكن يكون صادق، إحنا إيش درانا؟ ظاهر كلام عيسى واقع مأثر فيك. لو كان أبوك هنا ما رضي يسمع ولا كلمة من اللي أنت الحين قاعد تقوله. وين هو أبويا الحين؟ وينه؟ لا تغدى في البيت ولا جل مزرعة ولا أعرف عنه شيء. أبوك ما صغير، يعرف وين يروح وين يجي. لو شفت مزرعة الجوز اللي رواني إياها عيسى في المناخر كان شجعتني أكون معه على طول. ليش هذا السؤال بالذات الحين؟ لأني ما حصلت له جواب عندي. يا ترى أحمد مديون ولا يمر بأزمة مالية؟ لا، إذن إيش سالفة الميتين ألف ريال؟ يمكن هذا هو السر اللي بين عيسى وأحمد اللي قسوا يتكلموا فيه في المكتب. ما أعرف، يمكن أنت تدوري على شيء وأنا أدور على شيء ثاني. النتيجة واحدة والرابط واحد، هي زينب. لا يا نبيلة، لا لا تفتحي مسار جديد للموضوع. ضياع زينب شيء وسالفة الميتين ألف ريال شيء ثاني. أنت كنت بروحك تتهمي عيسى، إيش اللي خلاك تغيري رأيك؟ أولاً تأكيد الشرطة، ثانياً لأني بنفسي رايحة مدورة عليها بمزرعة وبيت العم ناصر لأني كنت أشك فيه. أنا مصرة أنه في شيء. Yeah.
ايش تريد بعد؟ ما عاد شيء يربطني بيني وبينكم الا اختك، ومن تطلع من المستشفى بجيبها لعندك وورقتها في ايدها. عيسى انا لازم اشوفك. اسمعني عاد، انا ما عاد شيء بيني وبينك، وما في اي رابط بيني وبينكم، والولد اللي كنت انتظره من سنين انت واختك تسببتوا في سقوطه. انا اريد اشوفك، وغير عن هذا ما عندي شيء ثاني اقوله. وانا اقول لك ما اريد اشوفك ولا اريد اعرف من تكون. والله يا عيسى صرت تتكلم صوت القوة. اخسر الشر وخلنا نلتقي، ولا تظن اني لما طلعت من بيتك انك تمنعني اني اشوفك. ايش تريد؟ فلوس؟ ما عندي حالك فلوس، تسمع؟ لي عندك شيء اكثر من الفلوس، والحين ما اطلب منك كل اني اشوفك بس. انا عارف اللي تريده انت فلوس، وانا ما عندي فلوس لك لاني ما اريد اعطل مشاريعي، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. با وين كنت وهين رحت؟ كيف زاهر انت ما من عوايدك تسأل هالأسئلة هذه؟ لأن ما من عوايدك تختفي من غير ما أعرف انت وين. ما كان ولدي زاهر اللي جالس يكلمني، كأن أشوف عيسى في شكل زاهر. انت ايش اللي تريد تعرفه بالضبط؟ عمي ترى زاهر ما قاصد شيء، بس هو خايف عليك. ما كذا وبس، أجا أسألني هين كنت وهين رحت؟ زهر، أنت هين شفت عيسى؟ هنا في المزرعة ولا جاك البيت؟ إذن صحيح أنت شفت عيسى، ما مهم هين شفته، المهم إنه شافك وجلستوا مع بعض وسولفتوا. خبرني يا زهر، إيش طلب منك عيسى؟ ولا شيء ولا شيء يا أبوي. كذاب كذاب، عيسى يريد يوقع بيني وبينك، يريد يعصيك علي، ويا خوفي لو صدقت كلمة من كلامه. ترى هذا شيطان من شياطين الإنس، يريد يعرف وين أشوف وإيش أسمع وإيش اللي أفكر فيه، وأنا حذرتك منه، وانت عاد سوي اللي تريده. إذا تريد طريق أبوك فهذا طريقي، وإذا تريد طريق عيسى فهناك طريقه. يا ريتني ما سألت أبوي، يا ريت. أكيد خلاها وطلع. تعذر تلفون أحمد.
فيك؟ ما أوقف، إيش تريد؟ ما عندي تفاهم بيني وبينك. ما أوقف. بعدين شوف عيسى، عدم تفاهمنا بيدخلنا في مشاكل ما لها اول ولا اخر، والنار اذا اشتعلت ما تميز بين الغالي والرخيص ولا بين الذهب والخشب. كأنك تهددني. لا انبهك، يا انا ننزل كنا من قمة الجبل بسلام، يا انا كنا نطيح مع بعض. الجبل هذا لعبتي وأنا دائما في القمة، واللي تحت أشوفه قزم. وإحنا بعد اللي فوق نشوفه قزم، أنا ما حاسب نفسه، ممكن يطيح في أي لحظة. عموما الخمس دقائق اللي طلبت نخلصن، وأنا ما عندي استعداد أسمع منك أكثر. لحظة عيسى، إذا طحت فما بطيح وحدي، بسحبك معي وين ما تكون. فخلينا نتفق احسن لي واحسن لك. ما عيسى اللي خوفه هذا الكلام، ومشاكلك هذه بتطيح على راسك وحدك، فجهز راسك يا الشمق. ماشي فايدة، لازم تشوف لك حل ثاني يا أحمد. أنا عمري ما عصي لك أمر يا أبوي. يا ولدي عيسى يريد يطمعك ويفرش لك الأرض ورد كما ورد الجبل، لكن يدس لك الشوك في الورد ويخلط لك الرمان الحلو اللي مثل السكر مع الرمان الحامض العلقم علشان ينقص عليك طول عمرك. هذا هو عيسى ولد أختي، وأعرف أكثر منك، صغير لكنه مصيبة. والنار يا ولدي تبدأ صغيرة شرارة، لكنها بعدين تكون مصيبة وكارثة. هذا هو عيسى. عرفت يا أبوي وفهمت. قول عمي، ماشي أخبار عن البنت اللي غايبة؟ ماشي أخبار يا ولدي عادل، قال يا ريت لو تروح تدوروا عليه، يمكن الله يجعل من حصلها على أيدكم. إن شاء الله يا عمي إن شاء الله. يلا عاد شدوا الهمة. أتمنى تكون راضي عني يا أبوي. راضي يا ولدي، راضي كل الرضا، والله يرضى عليك. يلا عجبان احنا بنسير. يلا الله معكم. حلوة وردي من الأبل. تلون أنت ولا أنا؟ ها تلون أنت؟ أنا لون؟ يلا وليه لون فهد؟ ها؟ لون السيارة فهد؟ ايه يلا يلا لون. يا
خايف ما يبقى لنا من زينب غير الصور. انت تريد تقتلني ولا جالس تواسيني بهالكلام؟ انت ايش من بشر مخلي بنتك في الوادي وقاعد تجلس بعيد عنها؟ انت المسؤول عن غياب زينب. اختك هي المسؤوله. بس تكمل اتهام اختي. انت ام زينب ما اختي. اذا ما قادر تدور عليها وتلاقيها انا بقول لك ايش بسوي. انا بروح عند عيسى واطلب منه المساعده لانه هو الوحيد اللي يقدر يطلع زينب وفسر هذا الموضوع مثل ما تريد. انت ايش تقولي بالضبط؟ انك لك علاقه بعيسى؟ احمد انا ما اسمح لك تطعني في شرفي. انت اللي خليتيني اشك فيك وانك كنت معجبه بعيسى ويمكن لحد الحين بعدك معجبه فيه. من يدري؟ انا بعدني اقول لك انا بروح عند عيسى واطلب منه المساعده. لو رحت عند عيسى بنكون انا وانت وصلنا الى مفترق الطرق. يعني ايش؟ الطلاق. ما دام انه وصلنا نتكلم في الطلاق فاقول لك انا اتهمك انت وعيسى والعم ناصر واختك حنان انه انتم كلكم متامرين في خطف بنتي وانا ما راح اتنازل عن حقي في بنتي مهما كان. انت ايش جالسه تقولي يا نبيله؟ الطلاق بيد اخوكي وبلسانه. انا بنتي ما ضايعه. بنتي كانت مفقوده واخوك الحين ياكد لي اياها انها مخطوفه علشان كذا ما يروح يدور عليها. كيف ما يروح يدور عليها وهو قبل شوية جاي من الوادي وأنا وإنتي وشيخان يا ما نزلنا الوادي ورحنا ندور عليها. أحمد ما يجي يدور عليها. أحمد يجي يضللنا كل ما يشوفنا قريب منها يودينا طريق ثاني. لا يا نبيلة لا، الكلام اللي تقوليه ما صحيح. هذه مجرد احتمالات ما لها أي أساس من الصحة. هذه أوهام. أحمد قول شيء، اتكلم. الكلام اللي اسمعه من نبيلة صعب صعب. خليها تقول تريد تقوله. أرجوك يا أحمد أرجوك خلينا ننزل الوادي ونروح ندور على زينب مرة ثانية. أنا ما أريد نبيلة تشك فيك، ما أريد علاقتكم تتوتر. وزينب إن شاء الله بنلاقيها، إن شاء الله بنلاقيها. نبيلة ربطت علاقتنا بتهديدي لها أنها تروح لعيسى. أرجوك أرجوك تجاوز كل هذا الكلام الحين. خلينا الحين نروح ننزل الوادي وندور على زينب مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. زينب لو مرت من قدامك ما بتشوفها لأن عقلك ما معك يا عادل. صحيح عقلي مع أبوك ومع عيسى. خلينا من أبوي وعيسى الحين. تبغى الصرق؟ أنا هذا عيسى ما أحبه وما أوثق فيه أبدا. صار بينك وبينه شيء؟ لا، لكن صار بينه وبينك وبينه وبين الناس وبينه وبين أبوك. وش اللي تريد تقوله يا عادل؟ أنا خايف إن عيسى مرت عمي ناصر في شيء، وخاف إن ورتك أنت بعد. ولا ليش أنت طول السنين هذا قدامه وما قالك تعال اشتغل معاي وفجأة يقول لك هذا كله حلالك؟ فإيش عيسى مرت أبوي؟ الله أعلم. هذا أنت تتغلى تسأل أبوك بطريقة غير مباشرة وتحذر أنت بعد من عيسى. كنت عارف إن زاهر بيقول لك كل شيء. هذا ولدك وتربيتك وما بيخرج عن طوعك. مليون مرة قايل لك خليك بعيد عن زاهر يا عيسى. أنا أريد الخير لولد خالي، أريده يكون مثلي. عيسى زين خليه يكون نسخة من أبوه، توافق؟ يا خالي
اللي يمشي في طريق أحسن له يكمله، ما يوقف في النص ويرجع مرة ثانية لنفس المسافة اللي مشاه. هذا إذا كان الطريق سالك. طول عمرنا وإحنا نمشي في نفس الطريق وكان سالك، إيش اللي صار؟ وإيش اللي تغير؟ أنت إيش تريد مني؟ بعد عمر طويل، أقول بعد عمر طويل، من بيورتك؟ طبعا زاهر، وأنا مثلك بيورثني زاهر، لأن ما عندي أولاد، وزوجتي طالبة طلاق، وحتى أخوها يريدني أطلقها. عشان كذا ما من المستحسن إن زاهر يعرف كل أملاكه من الحين يا خالي. أحسن لي خلي زاهر في حاله، ولدي ما يريد منك شيء، وأنا بعد ما أريد منك شيء. بس أنا أريد يا أبو زاهر، أنا أريد الأمانة اللي أعطيتك إياها، لأني أعرفك إنك حافظت على الأمانة زين. أعطيني ملكية الأرض وباقي الأوراق اللي عندك. مالك شيء عندي، مالك شيء عندي، واطلع من مزرعتي. إيش؟ تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي.